يا اهلا وسهلا فيكم. قبل لا ندخل في لعبات المقص بالدامه، راح ناخذ مراجعه سريعه عن كل لعبات المقص، لان البعض لحد الان يتلخبط ما بين بعض النقرات والمقص. شوفوا معي، هذه نقره، هذا مقص، هذه نقرة، هذا مقص، هذه نقرة، شوف لو تلاحظون شكلها كأنها مقص على الدامة، مقص على الدامة، في دامة هني كأنها مقص على الدامة، ولكن ليست مقص على الدامة هذه. يعني وين المقص بالموضوع؟ قال لك ايش؟ ركب المقصات اللي مثل ما عرضت لكم قبل شوي، هذه مقص على الدامه، الحين صار المقص، هذا الحين المقص. طيب بالنسبة حق المقص بالدامة، المقص بالدامة هذا أبسط مثال لمقص بالدامة، قال لك إيش؟ قول له أكل، شوفوا صار مقص، صار مقص، ولكن هذا المقص مو بحجر، مقص على دامة، على دامة الخصم. مقص بالدامة لإدوار عطية، هذه اللعبة تعتبر من أبسط أشكال المقصات بالدامة. صارت الحين مقص بالدامة، أول أكلة أكلها دامة الخصم. لعبة جميلة للأستاذ محمد المرعبي رحمة الله عليه. من لعبات المبدع فيكتور حنا،
لعبة جميلة للأستاذ شادي من لعبات مقص بالدامة. تلاحظون الحجر الأسود شلون مرصوص. الحين صار المقص، وصار المقص على هذه الدامة، إذا مقص بالدامة. يقول لك ايش؟ نوخر، عطى واحدة واخذ الحطب. من لعبات الأستاذ شادي الجميلة في مقص بالدامة صارت مقص بالدامة. يقول دامة ياخذ الحطب. وصلنا معاكم إلى نهاية المقطع، وبهذا المقطع انتهينا من كل لعبات المقص، وإن شاء الله نلقاكم مع لعبات العكاز. مع السلامة.